بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، انطلاقاتنا مستمرة، أشواطنا تستمر، التحديات أيضا متواجدة هنا من أجل الناموس والانتصار. أسير مع شوط الجعدان المفتوحة مباشرة مع المتواجد هناك والمنطلق كرار علي بن سيف السعدي مع المركز الأول المركز الثاني، القدوم شاهين علي بن مبارك الهاشمي مع المركز الثاني، أما في المركز الثالث شكلان ناصر بن عبد الله السعدي على المركز الثالث، والمركز الرابع الوسمي علي بن خميس الهاشمي على المركز الرابع وخامس المراكز. هناك من يتواجد في هذه اللحظات بشعار سليمان بن سعيد السعدي مع شاهين. هذه النتيجة، هذه ندائنا للخمسة المراكز الأولى المنطلقة نحو الصدارة. كرار يا كرار، من ينطلق مع المركز الأول اللي انطلق هناك بقيادة علي بن سيف السعدي مع المركز الأول، لكن الوصول والتقدم في هذه اللحظات من يتواجد هناك مع الوسمي علي بن خميس الهاشمي. انطلق الهاشمي مع المركز الأول منطلقا نحو الناموس والانتصار. الله الله الله، شوف الوسمي اللي انطلق هناك بشعار علي بن خميس الهاشمي، دائما يقدم لنا نوعيات مميزة، لكن الوصول شاهين سليمان بن سعيد السعدي مع المركز الثاني، الوصول والتقدم، لكن الصدارة الوسمي. الوسمي انطلق، لكن السعدي القادم مع المراكز الأخرى، لكن الوسمي علي بن خميس الهاشمي انطلق نحو الناموس. شوف المغري، شوف المغري اللي تدخل، اللي تدخل، هجوم هجوم من أجل الناموس، من أجل الانتصار. ما شاء الله تبارك الله، الله 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 الله، يا المغري اللي انطلق نحو الناموس والانتصار. نحيله ايضا الكاميرا للمتابعة هناك التدقلات ما بين السعدي والمغري. تهاني